بتعيد لازم بتعيد. لا انا في مع الحق طالما بيعمل فيه جرام لازم ياخد جزاؤه. اي مجرم اي حد بيحاول يخرب في مصر لازم ياخد جزاؤه. لو هو كان التصوير حقيقي فهو يستاهل، لو هو تصوير غير حقيقي يبقى بقى ربنا بقى معاه. هو يستاهل، هو كل اللي خرب في البلد وكل اللي عمل تخريب واللي محكوم عليه ده كان المفروض يتعدوا. هو ده بالنسبة له ده خفاء، يعني ياخد كده. واللي كل ما يعمل بهذا اللي هو عمله محمود رمضان يتنفذ عليه نفس الفكرة. إذا كان محمد مرسي، إذا كان اللي ورا محمد مرسي، كلهم ياخدوا إعدام. حكم الإعدام دوت ينفذ على كل من يساء للبلد ويحرقها ويقتل أبنائها عشان ما حدش يعمل كده تاني، يعني يخلي البلد تتصلح وتمشي والحال يستقر. مش دافع معاهم ابدا الزوق ولا الاخلاق، لان دول يعتبروا اعداء للدوله. القضاء طبعا كويس، هو مطول شويه بس كويس الحمد لله. هو نفذ وبدانا ننفذ دلوقتي وده شيء مش وحش. هي بدايه كويسه عشان لازم نضرب من ايد من حديد.